أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. طبيب أمراض نساء في عيادته وهتعمل حقن مجهري وتسأله السؤال، أنت محتاج الزوج في حاجة؟ لا 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 لا، هو كده كده يوم العملية هناخد منه العينة. ده ما اسموش حقن مجهري، ده اسمه أي حاجة غير حقن مجهري. من 9 فبراير 2020 في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإيجابية لغينا التسقيم، لأن ليس له أي دور في نجاح حمل الحالة بتاع تكيس المبايض، بالعكس قد يكون مؤذي ليها. الدكتور الشاطر عامل زي المخبر السري الشاطر أو زي المحقق، لازم يتوقع أشياء في طيات الجريمة. معظم حالات بطانة رحم مهاجرة اللي هي عاملة تأخر حمل، البقع والرقع بالذات ما فيهاش أعراض. للوهلة الأولانية بيبان لي إن اللي يفوت مشكلة في الرحم ما يشخصهاش تأخر إنجاب يبقى بيهرج. أكتر حالات بتنجح فيها الحقن المجهري مشاكل الأنابيب وحالات الزوج، الاتنين دول الأنابيب تحديداً بالذات أكتر بيكون نسب نجاح الحقن المجهري فيها أعلى. سياستنا في مراكز رياض الخصوبة والصحة الإنجابية، اوعى ننسى الرحم. معرفة أسباب الفشل ومحاولة رفع نسب النجاح هي هدف كل المنظومات العلمية. خليكوا دايماً معنا. الأستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد والعقم بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري، عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة والعقم، رئيس مجلس إدارة مجموعة مراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية. أهلا بكم. أيها الرجل، استمع لي بانتباه شديد جدا. أنت أحيانا تضر صحتك الإنجابية بشكل قد يكون قاسي للغاية. كتير من الرجالة بيعملوا الحاجات اللي هنقولها. طبعا التدخين، طبعا التدخين، وحط لي تحتها 500 خط لأنه دور التدخين السلبي على القدرة الإنجابية أكبر مما تتخيله. حاجة تانية، طبعا في ناس هترد تقول لي طب ما في فلان مدخن اللي بيشرب سجاير من هو في كي جي 1، ده عنده 3 أولاد. ده مش المقياس، مش ده المقياس، ومش دي طريقة الحوار العلمي. الحوار العلمي له بعد تاني خالص وكلام تاني خالص. تأثير التدخين على القدرة الإنجابية كبير وخطير للغاية. الكحول نفس التأثير نفس الكلام، عدم ممارسة الرياضة نفس التأثير نفس الكلام. لكن كمان زود عليهم حاجات أنا بقول سببها الأساسي الفلوس الزيادة. يعني الناس اللي بتروح ساونة، سبب الأساسي إن واحد يروح ساونة إنه معاه فلوس، أكيد مش عارف يعمل بيها إيه. الساونة في منتهى الخطورة على القدرة الإنجابية، على القدرة الصحية. أو الفلوس الناقصة، ناس بقى بتسعى وراء أكل عيشها، فيعيني من كدر سعيها والأكل عيشها ما عندهاش رفاهية إنها تنتقل في عربية مكيفة أو تروح في عربية أو تركب أو تقعد في مكان مكيف، فطول اليوم قاعدة في حر شديد سواء في وسائل النقل أو في شغلها، أو شغلها نفسه قد يكون قدام حاجة فيها حر قدام فرن. دول برضو في خطر شديد على الصحة أو قدرتهم الإنجابية. يبقى الرجل في منطقة غامضة شوية، مظلومة في الحوار شوية، في الثقافة. طبعا أنا بتكلم على مرحلة متدنية جدا عن ثقافة المرأة حول تأخر الإنجاب. النهاردة هنحاول نوضح الغيوم والغموض حول الرجل في تأخر الإنجاب اللي كتير من الناس ما تعرفوش. ضيفي العزيز القمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في عالم تأخر الإنجاب الذي يمتعني دائما، أستاذ الدكتور هشام الشاعر، أستاذ أمراض النساء والتوليد وعلاج تأخر الإنجاب بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة. ونفسي يغيروا كلمة العقم ويغيروها يبدلوها بتأخر الإنجاب في الإعداد، لأنه كلمة العقم ما بقتش دلوقتي في السياق. طبعا أكيد استشاري علاج تأخر الإنجاب والحقن المجهري عضو الجمعية الأوروبية للخصوبة وتأخر الإنجاب ورئيس مجلس إدارة مجموعة ومراكز وعيادات الرياض للخصوبة والصحة
الصحه الانجابيه لاسم القدير. اهلا بك. اهلا بحاجة دكتور ايمن. صح انا قلت اللي انا قلته جدا جدا. وفعلا برضو يعني بنلاقي نقطه اعتراض من الرجاله كتير قوي في الموضوع دوت، ان هو الرجل لما يجي يعمل تحليل سائل منوي، وتحليل سائل منوي لما تعمل في معامل الذكوره او في مراكز الخصوبه بيكون في فرق رهيب ما بين التحليل ده وما بين التحليل لما تعمل في معامل عاديه، معامل عاديه على كفاءتها وقوتها وقدرتها وسمعتها وفرحها، لكن برضه يظل تحليل سائل منوي له مقاييس ومعايير مختلفه لما يتعمل في معامل الذكوره. التحليل يطلع لما يتعمل في معامل الذكوره عدد قليل شويه مش مشكله، لكن بيبان قوي قوي الفرق ما بين تحليل في معمل الذكوره وتحليل في معمل العادي في الحركه والتشوهات، في الحركه والتشوهات وبالذات تحديدا التشوهات. ولما تكون نسبه التشوهات عاليه فدكتور امراض الذكوره او شارع امراض الذكوره بيطلب من الزوج ساعتها اني لو هو مدخن يبطل تدخين. فالزوج بيقول الجمله الشهيره اللي حضرتك قلتها دلوقتي، وبطل تدخين ليه؟ ما هو صاحبي واصحابي وقرايبي وفلان وعلان مدخنين وعندهم مدى العيل اربعه، فعادي يعني عادي. فاللي حضرتك قلته ده فعلا اصبت الحقيقه، ان التدخين وتاثيره طبعا مؤثر، بس هو بيختلف من شخص لشخص. في شخص قوه احتماله قويه ويقدر يستحمل وما عندوش مشكله، وفي شخص لا بيأثر التدخين على قدرته على الانجاب. النهارده هنتكلم على ايه؟ الحاله النهارده؟ النهارده هنتكلم عن نقطة مهمة بقى، عن دور الحيوان المنوي وتأثيره في نجاح الحقن المجهري، ازاي نرفع من نسب نجاح الحقن المجهري من منظور الحيوان المنوي، الحيوان المنوي اللي احنا هنحقنه في البويضات، ايه اللي احنا هنشتغل عليه عشان خاطر بإذن الله تكون نسبة النجاح أحسن وأحسن. وعشان كده هيكون معانا استشاري امراض ذكوره، وعشان كده ان شاء الله ان شاء الله انا مش هتكلم كتير في حلقه النهارده، يعني ان شاء الله اخر حلقه ذكوره. دكتور هشام وعدني ان هو قاعد يتكلم يعني في حتت كنت لازم اتدخل، يعني افتكروا هذا الوعد ان شاء الله. لكن اكيد هذا النهارده ده مثال صارخ للعمل الجماعي اللي بنقدم له نموذج في مراكز الرياض. العمل الجماعي اللي بيجمع ما بين اكيد الذكوره وعلاج تاخر الانجاب بالنسبه للسيدات. معانا النهارده ضيف العزيز دكتور محمد يسري، مدرس طب وجراحات امراض الذكوره والتناسل بكليه طب قصر عيني جامعه القاهره، استشاري امراض الذكوره وعلاج تاخر الانجاب لمراكز للذكور بمراكز الرياض للخصوبه والصحه الانجابيه. اهلا بك يا دكتور يسري، وحشني جدا. اهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور امين، وحشني جدا. هبدا السؤال، يعني لازم نعرف معايير حركة الحيوانات المنوية، معايير أعداد الحيوانات، المعايير دي والأرقام أعتقد إنها أول ما يسأل فيه الرجل، وأول دايما الرجالة بيمسكوا الورق كتير وبيقعدوا يقروا كده وبيقعدوا يقارنوا أكتر من الستات تاني كمان. ده حقيقي. صح صح. طبعا هو يعني دور الحيوان المنوي مهم جدا في الحقن المجهري، وفي معايير كتير بتحدد نجاح الحقن المجهري فيما يخص الحيوان المنوي. أول حاجة طبعاً هي عدد الحيوانات المنوية. لازم لو يكون في حيوان منوي موجود عشان يحصل حقن مجهري، لو مفيش حيوانات منوية موجودة يبقى مفيش حقن مجهري. فإحنا لازم يكون عندنا أعداد كافية من الحيوانات المنوية علشان يتم الحقن حيوان منوي لكل بويضة بيتم تنشيطها عند الزوج. طبعاً مش عايزين أعداد كبيرة من الحيوانات المنوية زي اللي نتطلب في تحليل السائل المنوي الطبيعي العادي، يعني إحنا مش محتاجين أعداد بالملايين، إحنا محتاجين أعداد بسيطة بس تكون كافية لعمل الحقن المجهري. طيب في حالة إنه مفيش حيوان منوي موجود في السائل المنوي اللي هي حالات انعدام الحيوانات المنوية اللي بنطلق عليها الأزوسبرميا، الحالات دي تنقسم إلى قسمين. القسم الاول ان هو بيكون في خلل وظيفي في الخصيه، فالحالات دي احنا بنحتاج ان احنا نفتش على وجود حيوانات منويه داخل الخصيه عن طريق عينه ميكروسكوبيه، تفتيش مجهري على الخصيه لاستخلاص حيوانات منويه. او النوع الاخر اللي هو حالات انسداد حالات الاوبستراكتيف ازوسبرميا اللي هي بتكون المصنع الخصيه وظيفيا سليمه ما فيهاش اي مشكله، لكن المشكله في الطريق او في خروج الحيوانات المنويه من الخصيه.
وده بنلجأ لإجراء أبسط طبعا من التفتيش المجهري، هو إجراء بسيط سحب عينة من الخصية لاستخلاص الحيوانات المنوية، وطالما الخصية وظيفتها كويسة فبنستخلص أعداد كويسة جدا من الحيوانات المنوية عن طريق الإجراء البسيط ده فيما يخص عدد الحيوانات المنوية. جزء تاني برضو مهم بخصوص الحيوان المنوي، إن لازم الحيوان المنوي اللي هنستخدمه في الحقن المجهري يكون حيوان فيه حركة. طيب هل الحركة برضو مطلوب حركة كويسة جدا للحيوانات المنوية زي التحليل السائل اللي هي محتاج حركة كلية 40% وحركة أمامية 32%؟ لا، احنا مش محتاجين كل ده، احنا محتاجين الحيوان المنوي متحرك عشان حاجة واحدة بس، هي النسبة ان الحيوان المنوي ده حي. لو الحيوان المنوي ده مش حي يبقى اكيد لو تم بيه الحقن هيؤدي الى فشل الحقن المجهري. لكن احنا مش محتاجين الحركة زي في الحمل الطبيعي، لان احنا بناخد الحيوان المنوي واحنا اللي بننقله لغاية البويضة وبنحقنه جوه البويضة، فاحنا مش محتاجين الحركة في حاجة الا ان احنا نقول ان الحيوان المنوي ده حي، وده بيؤدي الى ان احنا نحافظ على نجاح الحقن المجهري ونسبة نجاح الحقن المجهري عالية. في نقاط كده معينة بتبقى بتقول في خاطر الرجل والمرأة بتسأل جنبه، الحيوان المنوي اللي فايتال الحي اللي ما فيهوش حركه جيده تمام، هل ينتج جنين جيد؟ ده حلو جدا السؤال دوت. هو دلوقتي لما الدكتور محمد بيتكلم على النقطه الاولانيه اللي هو هل العدد زياده الحيوانات المنويه او قله الحيوانات المنويه تاثر في نسبه نجاح الحقن المجهري؟ الاجابه لا، لان احنا في الحقن المجهري مش محتاجين حيوانات منويه كتير، تمام، مش محتاجين بالملايين ولا محتاجين بالالافات، احنا محتاجين 15 20 حيوان منوي يكون كفائتهم وجودتهم كويسة، فالعدد ما عندناش مشكلة. طب ولو رجل السائل المنوي بتاعه ما فيهوش حيوانات منوية، إن شاء الله ربنا هيكرمنا عن طريق عينة من الخصية، بس بالطريقة الحديثة اسمها العينة الميكروسكوبية، مش هبشة كده من الخصية بتاعت زمان، لا دي عينة ميكروسكوبية حاجة قد سن الدبوس في المكان اللي متوقع إن احنا نلاقي فيه حيوانات منوية، واتكلمنا عنه قبل كده اللي هو المايكرو تيسي اللي هي إيه؟ العينة الميكروسكوبية بالعينة من الخصية بالميكروسكوب. هنلاقي ان شاء الله باذن الله باذن الله حالات قليله قوي قوي اللي احنا ما بنلاقيش فيها. التفتيش ده او الميكروسكوب عمل طفره رهيبه ان احنا نلاقي حيوانات منويه، فالعدد ما فيهوش مشكله. الحركه بقى، هل مهم الحركه الاماميه للحيوانات المنويه انها تكون موجوده؟ لا مش مهم، احنا كده كده هناخد الحيوان المنوي نحقنه في البويضه، لكن مهم ان هو يتحرك، ده دليل على انه هو بالبلدي كده عايش صاحي. بس حتى العايش بالنسبة لنا في مراكز الرياض للخصوبة والصحة الإنجابية ما يكفيش، إحنا العايش ده اللي على قد حاله ده إحنا عاوزين نخليه قوي سوبرمان، وده نقطة مهمة جدا تتميز بيها بعض المراكز في مصر، والحمد لله الحمد لله إحنا من هذه المراكز على مستوى مراكز في أوروبا وأمريكا. إيه اللي بيحصل؟ حيك قلت حاجة مهمة قوي، الحيوان المنوي اللي بيتحرك كده قليل ومفيش غيره واحنا بنعمل حقن مجهري، هنعرف نعمل حقن مجهري بالحيوان المنوي اللي بيتحرك؟ ما هو عايش، طالما بيتحرك عايش بس الحركة بتاعته ضعيفة شوية، هنقدر. ليه؟ لان احنا هنقوي الحيوان المنوي ده، هنحط على الحيوان المنوي ده في الطبق اللي احنا حقنا فيه البويضة بالحيوان المنوي مادة معينة فيها كالسيوم، الكالسيوم ده مصدر الطاقة للحيوان المنوي. الحيوان المنوي الضعيف بعون الله مع استخدام هذه المادة نسبة الإخصاب هتبقى عالية جدا. المنطقي والطبيعي نسبة الإخصاب قد إيه يا دكتور أيمن؟ يعني إيه إخصاب الأول؟ يعني اندماج البويضة بالحيوان المنوي. يعني إيه؟ يعني لما نحقن الحيوان المنوي جوه البويضة هو كده ما حصلش إخصاب؟ لا، لازم يندمجوا مع بعض، اسمه إخصاب. تمام؟ الطبيعي نسبته ما تقلش عن كام؟ 60%، ده الطبيعي المفروض الرينج 60%. عارف لما نستخدم المادة دي الإخصاب بيوصل ل 80 و90% كمان، يبقى أنا عندي عدد أجنة أكتر. ليه عندي عدد أجنة أكتر؟ لأن بعد مشيئة الله وتوفيقه بقى في مادة عندي أقدر أحطها على البويضة اللي اتحقنت بالحيوانات المنوية في الأطباق اللي بنسيب فيها البويضات عشان تنقسم، المادة دي هتقدر تخلي جودة الحيوان المنوي اللي أنا حقنته جودة أعلى ونسبة الإخصاب أعلى. المادة دي
أنا بقول الاسم العلمي بتاعها مادة تحتوي على عنصر اسمه الكالسيوم. دي بتساعد على أنه هذا الحيوان المنوي يكون أقوى، يكون أكثر قدرة. أيوة. وقوة أقوى. أيوة. بمعنى أنه يكون عنده أكثر قدرة على الإخصاب. صحيح، ده اللي أنا فهمته بالضبط كده. فيما يتعلق ببعض الفايندينج يا دكتور محمد اللي بتشاف جوه تحليل السائل المنوي وتقلق، زي وجود صديد مثلا في السائل المنوي، ده شيء يزعج جدا اي رجل انه يقرا السائل المنوي بتاعه فيلاقي فيه صديد. تمام مظبوط. هو وجود صديد ده في البدايه لازم ان احنا لو اكتشفنا صديد ده قبل الحقن المجهري لازم ان احنا نعالج الصديد ده، فنلجا ان احنا نحتاج نعمل له مزرعه للسائل المنوي عشان نقدر نحدد العلاج المناسب اللي هيستخدمه هذا الرجل عشان نعالج الصديد. لكن لو نسبه الصديد عاليه واكتشفنا ان في اليوم الحقن المجهري نسبه الصديد عاليه واستخدمنا الحقنات المنويه من السائل، الحاله دي فرص نجاح الحقن هتبقى ضعيفه. الصديد بيضعف القدره الاخصابيه للحيوان المنوي وبيقلل جدا فرص نجاح الحقن. طيب ازاي بنتغلب على النقطه دي؟ برضه بنفس الاجراء البسيط اللي قلناه قبل كده، ان احنا بناخد الحيوان المنوي من الخصيه من المصنع قبل تعرضه للصديد اللي هو موجود في السائل المنوي. احنا عارفين ان السائل ده بيتكون من الحويصلات المنويه من البروستاتا، ودي غالبا السورس او مصدر الصديد بيكون ناتج عنهم. لكن غالبا الحيوان المنوي اللي من الخصيه بيكون لسه ما تعرضش لكل هذه العوامل، ونستخدم الحيوان المنوي ده وبنحافظ على نجاح او فرص نجاح الحقن المجهري العام. الاشكال بتاعت الانواع الشكليه، لانه برضو دي من الحاجات، انا هرجع تاني اقول الراجل دايما يمسك الورق ويقعد يذاكره. صح. يعني خصوصا لو هو بقى مثقف شويه والانجليزي عنده كويس بيقعد يترجم الكلام ده كله ويقعد يذاكره، ويبقى يعني اعتقد بيبقى مزعج كمان بالنسبه لك ان هو يتكلم كما لو كان فاهم. وطبعا الموضوع اكيد في تفاصيل، دي برضو حته لازم ننبه ليها يعني. طبعا مظبوط، هي نقطه مهمه جدا. اشكال الحيوانات المنويه، هو الاصل طبعا في الحقن المجهري ان احنا بنختار الحيوان المنوي المثالي اللي شكله سليم. احنا عارفين الحيوان المنوي بيتكون من راس ورقبه وديل، فلو كل الحاجات دي سليمه يبقى ده الحيوان المنوي اللي بنختاره وهو اللي بنستخدمه في الحقن. لكن اهم حاجه في الحقن المجهري اللي بتحافظ على نجاح الحقن المجهري ان راس الحيوان المنوي هي اللي تكون سليمه. تمام، دي الحاجه الاساسيه. يعني لو اخترنا لو نسبه تشوهات في التحليل 100% هل ده معناه ان فرص نجاح الحقن ضعيفه؟ لا، لو في جزء من التشوهات مش موجوده في راس الحيوان المنوي، في راس حيوان منوي سليمه دي بنقدر نستخدمها وبتحافظ برضو على فرص نجاح الحقن المجهري. هنا بقى واضح انه يعني في كذا نقطه في التحليل مهمه. جدا نقطه التشوهات. نقطه التشوهات دي اساسا نقطه مهمه جدا في علو او انخفاض نسب نجاح الحقن المجهري. بس التشوهات في مين؟ في كل الحيوان المنوي، والحيوان المنوي عباره عن راس ورقبه وديل. هل لازم يكون الحيوان المنوي يكون كله سليم عشان انا استخدمه في عمليه الحقن المجهري؟ خالص، بالعكس، ده هو الحقن المجهري اتوصف لما يكون نسبه التشوهات عاليه. ازاي يعني اتوصف لما يكون نسبه التشوهات عاليه؟ يعني اعمل حقن مجهري بحيوان منوي مشوه؟ لا، انا ما قلتش كده، انا قلت اعمل حقن مجهري في حيوان منوي مشوه في راسه. اوكي تمام، لا ما ينفعش. مشوه في رقبته مش مشكله، مشوه في ديله احيانا كتير مش مشكله، لكن الاهم هو راس الحيوان المنوي. انا اصلا كده كده في الحقن المجهري يا دكتور ايمن الرقبه والديل بنقطعهم، اللي بنستخدمه هو مين؟ الراس، هو ده راس الحيوان المنوي، هو ده اللي بنحنه جوه البويضه. ما هو ده اللي بيحصل في الحمل العادي. عارف الحمل العادي لما ملايين الحيوانات المنويه بيجروا لحد ما يوصلوا للبويضه، الحمل التلقائي اللي جوه الجسم يعني، الملايين دول بيوصل منهم الافات، واحد منهم هو اللي بيخص بالبويضة. الواحد ده بيعمل ايه؟ كأن كده بيقلع، بس مش بيقلع بدلته، مش بيقلع لبسه، بس المنبرية بيقلع راسه، بيقلع